الحمد لله على السلامة يا كوري. انت مين؟ انا جاي اخدك بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا اهدي بس يا حبيبتي وخليها لحالها. هلو everybody، ازيكم يا جماعة؟ ازيكم؟ وحشين هايجي حبيبتي، وحشاني موت. سوري ايتين صاحبتي واسم الدلع ايتين. اقعدي حبيبتي اقعدي. ايه تقعد فين؟ انت يا استاذه بمنظرك ده، يلا انزلي تحت استني البيه في عربيته، ولا اقول لك خلي اللي تحت دول ياكلوكي، احنا عندنا اسرار شغل. يلا لا 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 نو بروبلم نو بروبلم. مفتاح العربيه هو يا حبيبتي، استنيني في العربيه ومش هتاخر، ما تلعبيش في حاجه لا روسك. ايه ده يا بابي داخل عليا وسحبني في ايدك واحده مش عارفه منظرها ازاي؟ ده بدل ما تقف جنبي في الهم اللي انا فيه. وبعدين انت طلعت هنا ازاي؟ قصدي الحوش اللي تحت دول سابوك تطلع ازاي؟ ولا حاجه، قلت لهم وسعوا لي. وبعدين حبيبتي كل دول متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركه لحضرتك. ونعم التربيه الصراحه، عشان كده حبسوني انا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتيرتي هنا، ويقولوا لي نجيبك ارضي. انا يتقال لي نجيبك ارضي يا بابي؟ مش هتعرفي تكبري عليا، هتفضلي طول عمرك محتاجاني، انا همشيهم لك. الدكتور قال لي خد زيق عشان بطنك. زيق؟ عايزين فلوسنا، عايزين فلوسنا. ازيكم يا رجاله؟ انا رجعت مسكت الشركه تاني مع بنتي هايدي، وقلت لها ازاي هايدي ساده الموظفين 4 شهور ما يقبضوش؟ دول عندهم مسؤوليات وعائلات واولاد، ازاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي. أنا قررت أصرف لكم 4 شهور ونو بروبلم. ده حقكم وده واجب. هما 4 شهور مرتباتكم حسب العدد 11 مليون. هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة. إحنا هنصرفهم. وحنصفي الشركة، نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات ساعة، اللي يفهم في الحاجة الساعة يقعد يبيع معانا، اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع. أنا آسف يا أبو طالب. بيه ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا اتخربت، حاجة ساعة إيه بس يا باشا؟ ما هو ما يرضيش ربنا يا أبو طالب باشا نترمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله. مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جثثنا. هو إيه يا الضرب يا الدبح؟ أنا عندي حل هيرضيكوا، بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي. قول قول. أنتوا عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في خزينة الشركة، إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظايفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح والخواجات يجوا وتبقى المسائل زي الفل. اللي عاوز يحافظ على وظيفته يجي يقبض شهر وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصيا، واللي مش عاوز يتفضل يقبض 4 شهور ويقدم استقالته، واعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا. انا معاك يا ابو طالب بيه. وانا معاك يا ابو طالب بيه. كلنا معاك يا ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. عيش عيش ابو طالب بيه. شكرينا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ وجنبي وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني.
وحشتيني، بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك وردي وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضك؟ ما خلاص يا ولية فضحتي امي، ايه اللي سجن لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا سوكا؟ تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده كوريا يا منطقه؟ كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانا اللي بتسمع. ما زغرتي يا اما زغرتي يا اما. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هيمو فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولش ان انا هنا. فريرة يا حرامي، لا هو لسه هيمة ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليدي لا مؤاخذة يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما عرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطة، يومك شبهك يا حلوة. بسم الله ما شاء الله يا ست هانم، الوالد الباشا ده تطش وده يعني طلع صايع. شكري؟ انت ازاي تقول كده عن بابي؟ انا مش قصدي صايع يعني بالمعنى الغلط يا ست هانم، يعني بلا في الموظفين بكلمتين وانت قاعدة ريحك من الصداع. يا سلام، كنت قاعد قدامه متكيف زي ما يكون كده بسمع الست ام كلثوم في مرصح نصر النيل. انساك يا سلام انساك. ده كلام. الو. يا بابي، يا بابي ميرسي ميرسي على اللي انت عملته. ايه؟ لا يا بابي، انا ما قلتش ان وجودك في حياتي مش مهم، انا قلت لك ان انا حياتي مش بار وكباريه اللي انت بتروحهم كل يوم، كل شويه داخل عليا بازازه في ايدك وساحب معاك بنت من الاشكال اللي انت تعرفها دي. ما يصحش يا بابي، شويه ريسبكت ليا والجوزي، احنا لينا بوزيشن لينا ايمج، ما ينفعش كده. تعالى كباك عايزه. انت تختلط يا سوكا اللي مكتبنا افتح العربيه. يا جدع امشي يا جدع، انا هخطفك يا جدع. ميت في ايه؟ تعالى بقول لك ايه. في ايه يا سوكا؟ سيبيه يا اما سيبيه. ايه يا في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كوريا؟ الحمد لله على السلامه كوريا. ليكي وحش انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي، مش باين عليك يعني انك فرحان؟ يعني شويه كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الرميه السودا دي، لا. كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا، بقى كان كل فين دبلتك يا كبداجي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني، ده انا لابسها هتروح فين اهي؟ شفتي يا حبيبتي؟ مالك؟ مش عارفة، أصل أنا مضايقة شوية، حاسة إنه هايدي قاعدة بتعاملني بطريقة رخمة اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عمالة تقول عليكي إنك زي أختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه. أنت عارفة شركتها واقفة والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجة دي، أصل الطريقة بتاعتها بقت مستفزة جدا. معلش استحمليها بس شوية الفترة دي، على الأقل لحد ما الأزمة تعدي ونشوف هتعمل إيه في الشركة. نادر، أنا عاوز أقول لك على حاجة. قولي. في واحدة صاحبتي اشترت أوضة نوم فرنساوي من تركيا تحفة. وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العفش. أوكي، مفيش أي مشكلة. وأنا اليومين جايين دول هنزل أشتري الهدوم بتاعت شهر العسل. عادي كده؟ إيه؟ بتقوليها عادي كده شهر العسل؟ عادي يعني حبيبة قلبي. ده هيبقى اجمل شهر في حياتنا واوعدك هخلي حياتك كلها عسل في عسل.
عليها يا ام. انا اللي جبت اجلك. بس اعمل ايه؟ ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال يعيشوا في حالهم حتى. بس وغلاوتك يا ام انا ما هسيبها. وغلاوتك ما هسيبها. مين؟ كوريا حبيبتي يا كوريا الحمد لله على السلامة يا كوريا. عامل ايه؟ نورتي بيتك نورتي بيتك. بيت ايه بقى فين؟ بيت ما بقالوش لازمة من غير امي الله يرحمها. انا اللي قربت معادها من قهرتها علي. معلش يا بنتي معلش العمار بيد الله مناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة. غلطانة انك رفضتي تبقى في معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهري ايدي يا خال. انا كل الحكاية بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي عنين. معرفش انهم نصاي. عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلى اكتر. علش يا بنتي. المكتوب مكتوب. بس انا عايز اقول لك حاجة. اوعي تكوني فاكرة انك عشان شايلة سبقة في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هناك عارفين انك داخلة السجن عن حق. حق ولا باطل بقى يا اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السبقة والنبي كانت مظلومة. بس ورحمة ام يا خيل انا ما هسيب الولاية اللي اسمها ليلى دي ابدا. عشان الولاية دي افترت علي ودخلتني السجن سنة ظلم. ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن مهما طال. المهم يا كوريا احنا عايزين يا بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكلب ده كده اللي استناك السنه بحالها. واوعك يا كوريا اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعينيكي. انت بنت ناس وبتربيه. شمال يا خيل؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خيل في ناس كده هو زبطتها يمين مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين. ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا. اكده اقدر اقول لك حمد لله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلت لك 100 مره خال انا دكر ماليش في مرقعة وسهوجة الحريق. بتخانق بيجي لي كرشة نفس ما بستحملهمش. ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني في ايه دي؟ انزل اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي عايش بتاع سنة بحالها قاعدة معايا بحق ومرتي وولادي اتخنقت انا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كمية الاخبار الزفت اللي انت جابها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا انت بتقولي عايش في حق؟ يعني شايف انا اللي عايشة في البيت الابيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية. الله يرحمك يا اختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلت لي كوريا مظلومه؟ قلت لك ايوه عارف. قلت لي سندس مظلومه وغلبانه ولازم الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقول لك ايه خير تعالى خير. الله يرحمها. ايوه ما هو الله يرحمها. اه تعالى بس اقول انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي. بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي. انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيها؟ سندس دي انت ما تعرفهاش. دي ربنا فاتح عليها فيها شيء لله. لما كانت عايشة معايا كانت الرزق من كل حتة. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جايلك من كل باب. الله يسامحك يا خير والله العظيم بجد عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحة هترجع تاني لان انا متأكد ان شاء الله ان السياحة هترجع. ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعة فارية زي امك وعندنا مش عارفة تعيل على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا ويعتلنا في سنادر الدكتور نادر. لا وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي. ما خدتوش لبيسته انا. هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده
طول عمرها بيضلها في القفص من واحنا صغيرين، بتاخد المانجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لا وايه، انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحان. انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهط فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بيدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعه وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشه في نعمه ما تستحقهاش. بقول لك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. طوبة 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 يا دي النيلة يا نوال، يا دي النيلة، ما قلتلك مين مرة بلاش تجيلي العربية، وكمان كوريا خرجت والجو ما بقاش أمان. الله، خرجت ولا تهببت؟ ماليش فيه، وحشتني ايه؟ نهارك اسود ومنيل بستين الف نيله، وحشتك ايه ونيله ايه؟ لجيتك هنا كل يوم والتاني ما بقتش نافعه. نواف نفسي بتهفني على الكبده فبجيئة. كبده ايه؟ كبده ايه اللي نفسك بتهفك عليها؟ كوريا لو شافتك هنا هتشمع لي ام العربيه وسلومه جوزك مش هبه لنوال ومحله على اخر النصر. مالكش دعوه بجوزي يا اخويا، قول انك خايف من السنيوره القصيره بتاعتك. ما انت مضروب على عينك وبتحبها رد السجون، انا عارفه عاجباك في ايه دي. فكك بقى من كوريا وشيليها من دماغك. نوال عيون نوال مزنوق في 200 جنيه. يوه يقطعني، مش عامله حسابي. لا شوفي لي اي حاجه معاكي. طب خد يا هيما ده بيعه واشتري اللي انت عاوزه ونزه نفسك. من ايد ما نمسكهاش. ويلا بقى اخلعي يا نوال، مالكيش حجه، واحده جوزها جزار واقفه على عربيه كبده مستورده ليه؟ وكمان كوريا مستنيانا على القهوه. على القهوه يعني على الرجاله. يا عم حركات حريمي ايه وبامبا وموف ايه؟ انا نازله الكوافير ده بضرب الجزمه اساسا، تقول لي حريمي والوانات وشخلاعه، انت عايز تقفلني منك؟ ام العوزات ازاي يا كوريا؟ عايزه الحيطان الوانها كاتمه عليها شويه صور اجنبي كده، اخرج صوره واحده للبت اللي بحبها جيلينا جولي دي، غير كده عايزه ناس بتصغر والجمجمه مركبه باروكه شكلها حلو، مركب بتغرق. بص من الاخر، عايزه الوليه من دول تخش المحل تتكتم تتقبض، ما تجيبش منطق وتقعد تلوكلك وتقول لي فتله وكوافير ومانيكير وقفايه. بس انا كده فهمتك، انا هجيب لك الواد ده كاروته النقاشي غمق لك ابوها، ده واد شاطر وقلبه اسود ويكتم اي حاجه، ده لسه عامل محل عم سعيد المكواجي، عامل له حاجه بسم الله ما شاء الله مقبره. كوريا انا هنزل بقى العتبه اجيب لك شويه بسترات من اللي قلبك يحبهم. السلام عليكم. عليكم السلام. طب بالنسبه لليافطه اسميه كوريا الصغير. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحله قول لها شفته القمر في الحله. قمر ايه وحلته يا خال؟ انا ناقصه جنان؟ انت كده هتقلب لي شقه مروستاه، ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد؟ بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونه. لا 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 ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونه ولا حاجه، ما تخافيش. ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبه، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس، قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيح قوي يا خال. ها اسيبكم عافيه بقى وخليكم مع بعض. لا سعد ما تخافيش، غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن ابتدينا. طب بقول لك يا سندس،
بص يا سندس، عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي، والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي، نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه؟ لا بقول لك يعدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص، ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه؟ سلام عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يما. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار. بألف هنا وشيف. حشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي، عمري. اقعدي. انا 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 بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت هتبطل اوفر يا حبيبي امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا لا لا، دلع البنوته. بس بس بس، انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي بيبي، انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم؟ قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها، تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر، إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتت الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المرادب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها، مش هينفع. حبيبتي مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي، بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني الوقت يا بنت. في يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جايلك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي. يا حبيبي يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك؟ ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وسعد ابني. وحشوني. الله عايز اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صلي وسلم عليك. يا عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدريه اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمهالك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم. هكلمهالك. انت اتجننتي؟
دي بدريه ماتت. يو طب ما انتي واعيه هما اللي فيكي ايه؟ يا خالتي حرام عليكي ما تعيطيش بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو والنبي حقك عليا حقك عليا. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما خليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعه الرقص الشرقي بقت مكسره الدنيا دلوقتي. الله، انا عجباني قوي الفكره دي يا بيبي. انا عايزه افتح قناه رقص شرقي وهخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكره نجوان بترقص شرقي احلى من الصفينار. وانا جاهز بكل حاجه، كل البلاتوهات اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي وبره مدينه الانتاج الاعلامي واقفه بس على الامضه. وعلى فكره احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لان احنا ممكن نستفيد بيهم وناجرهم ونعتبرهم اصول. والخطوه الثانيه بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها، وبعد كده نقوم داخلين دخله قويه مع وكاله اعلانات قويه، وفي خلال 6 شهور القناه بتاعتنا تبقى اكبر قناه في مصر، وساعتها بقى نبقى نفتكر القعده دي ونقعد نضحك عليها. انا بصراحه متحمسه جدا للموضوع يا هايدي، الفكره حلوه وجديده وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في الوجود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها. الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهك انها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرف سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي. انا شريك يا هيما وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده دي حبيبتي. يا حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا اتفضل. شكرا لحضرتك. اتفضل.
اتفضل. شكرا. معلش يا هانم، احتاج التوقيع مره ثانيه لان الفورمه المره دي مختلفه. خلي التوقيع زي كل مره. اوكي. انا اهم حاجه عندي ان الاجراءات تكون سليمه، اهم حاجه. اتفضل. كده تمام. الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يعني. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد ومكلمنيش. وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي. أنا طلعت البرامج قبل كده كتير، يعني عندي خبرة. عظيم، إن شاء الله حضرتك تشرفنا وتفيدنا بخبرتك. إن شاء الله. شرفت يا مروان بيه. شكرا ليك. شرفت يا هاني. ميرسي، أهلا بيك. يلا ألف مبروك يا رئيسة مجلس الإدارة. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. إيه ده؟ في إيه خير؟ أنا بحبك أوي حبيبي، مش وقته. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في المؤتمر الصحفي لاطلاق قناه هايدي تي في. ودلوقتي رحبوا معايا بمدام هايدي ابو طالب رئيس مجلس الاداره، وبمستر مروان ابو عرب مدير القناه. اتفضلوا. مساء الخير. اولا احب ارحب بيكم وبتشريفكم وبحضوركم بخصوص المؤتمر الصحفي الخاص باطلاق قناه هاي دي تي في. واحب اقول ان القناه بتاعتنا هتكون نقله كبيره ونوعيه ما بين كل القنوات الفضائيه. هنحاول ونجتهد إن إحنا نقدم إعلام مختلف على مستوى الشكل والمضمون، إعلام حقيقي صادق قريب من الناس. وأحب أقول لكم وأعبر عن سعادتي بشيء شخصي، وهو إن اليوم ده من أسعد أيام حياتي، مش بس عشان افتتاح القناة ولا حضوركم وتشريفكم لينا، ولكن عشان زي النهاردة اتولدت أجمل وأغلى وأرق مخلوقة في الدنيا. اتولدت مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي هايدي. وأحب أقول لها قدامكم كلكم، كل سنة وانت طيبة يا أغلى ما في حياتي. صباح الخير يا حياتي، انت طالب. هايدي هاتي نفسك شويه يا حبيبتي، انت لحد دلوقتي واخده 3 حقن يا هايدي، وبرضه ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكم كان حلو وزياده في الحفله مش اكتر، فهو اكيد في حاجه غلط. نو واي، انا متاكده ان هو اكيد يا اما بيهزر معاكي هزار بايخ او عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادره افهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض
إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده. أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف إيه سبب الحكاية دي. أوكي روح بابي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان إلى الجار وليس ضرب أو بطح يخت كوريا. دروسية مولانا مش حوار يعني. فيها إيه؟ وإن الإحسان إلى الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة أمام من يسوى ومن لا يسوى يا أخ سلومة. أنا ما تعرضتلاش يا مولانا، أنا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي أم تلاقي لها إلا الله عارفاه. أنا ما قلتلها هي وماها قبل ما تتسجن، يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس أم البيت اللي هيقع على دماغة أم اللي خلفه أمنا ولا حياة لمن تنادي، وفي الآخر هي تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الأمور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبة لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا، ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب، لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده هم بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا اخويا، زي الواد ابني ده اهو ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيع يعني. هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكي عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكي، كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل لقاصه؟ اشتغل لقاصه مش عاوز بالله يا اخت كوريا. اهز يعني يا ابو شكر. اعوذ بالله فيش. اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي؟ من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ انا راجل كسار مال وهدومي، وفي الاخر احب على راسها كان يكسر راسها واللي شددوا لك كمان. على هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في آلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير تبيعه. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هرد لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسه فين راسه؟ بص من بعيد ما تلمسهاش.